لو الحكاية فيها إن فيتو بعد ما سيادة الرئيس قال لنا إن شاء الله ده بيدينا تفاؤل كبير وأمل كبير إن الأمور بتسير طبعا إلى الأفضل، وده إن شاء الله ممكن معالي وزير الري لو لكم أسئلة. لكن إحنا باللي بنأكد عليه إن منهج الإسلام والمنهج العملي في ترشيد استخدام المياه، ترشيد الاستخدام وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بكل قضايا المياه يجب أن يتم في أكثر الدول صراء في الماء. ويمكن معالي الوزير هيقول لكم نماذج الناس بتتعامل مع المية إزاي، وإحنا جوه في الجلسة السابقة لهذا الاجتماع قال إن هو في هولندا، وأشرح لكم ده هو بالظبط. هولندا الأنهار فيها المسجد قائم على النهر، المسجد، ومع ذلك الناس عاملين ايه في الحنفيات، الناس عاملين ايه في الوضوء، مع ان المسجد كتلة انهار والمسجد فوق النهر، الناس جنب كل حنفية حاطين يعني وعاء للمية، شفشق مية او نحلة، بحيث ان عشان ما يستهلكش من الحنفية، لان لو فتح الحنفية يستهلك كمية اكبر، فحافظ شفشق المية اللي بيتوضى منه. وده بقى ده الدين.